ينضم إلينا هاتفيا من طرابلس الدكتور أسامة علي الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا. دكتور أسامة مرحبا بك معي. إلى أي مرحلة اليوم وصلتم في جهودكم المتعلقة بانتشال الجثث في درنا؟ جيد، ربما انتهت كافة معظم المناطق البرية في عمليات الانتشال فيما عدا يعني جانب شرق المدينة درنا، ناهيك عن الاستمرار في العمل من قبل القصفين في انتشال الجثثين من عرض البحر وتلك الجثثين التي جرفتها البحر. لا ننسى أن هناك مناطق أخرى تجري الجهود فيها لعمليات المسح، بالأمس تم العثور على جثمان لسيدة على مسافة حوالي 190 كيلومتر جنوب مدينة الخيلي. تلك السيدة كانت قد جرفتها السيول نتيجة انجراف السيارة أثناء خروج العائلة إلى للأسف خاف مدينة الأبيار، وكانوا في طريقهم لدخول المنطقة عندما جرفهم السيل ليمجمونهم إلا طفلة كان ركع عليها ثاني يوم من القيامان. لكن باقي المناطق وزارة الجهود مستمرة في عملية الانتشال سواء من الفرق المحلية أو من الفرق الدولية. يعني هل هناك حد زمني معين مقرر من قبلكم لنهاية هذه الأعمال أم من الصعب تحديد ذلك؟ من الصعب جدا تقرير حد زمني طالما أنه لم يعلن رسميا عن أرقام المفقودين أو تعدادهم، ناهيك على أن المنطقة التي سيكون فيها الذي حدث عملية الانتشال أو حتى شاطئ البحر مستمرة، بحيث أنه لا تدري أن هناك إعادة إعمار المنطقة، يجب تنظيفها بشكل كامل من كافة الجثامين والأشلاء. لا ننسى أن هناك بعض الجثث وجدت مقسومة إلى نصفين على سبيل المثال، وبعض وجد على شكل أشلاء. طبعا الجهات المختصة تأخذ عينات من الحمض النووي دي إن إيه قبل أن يتم دفن هذه الجثامين. الجدير بالذكر أن بالأمس تم دفن حوالي 200 جثمان، ناهيك عن ما وجدوا الأمس حوالي تم سلامهم في منتشر أكتوبر حوالي 30 جثمان. يعني العمليات ما زالت مستمرة طالما أن هناك أعداد كثيرة في البحث. يعني كيف تتعاملون مع الجثامين أو الجثث مجهولة الهوية دكتور أسامة؟ والله الجثامين أو الجثث مجهولة الهوية يتم نقلها بناية المستشفى لأخذ العينات منها من قبل الجهات المختصة في الهيئة الوطنية للبحث عن المفقودين، تأخذ منها العينة حتى يتم مطابقتها بالدي إن إيه، بعد ذلك تتم عملية ترخيمها حسب القانون العام ليتم التعرف على أماكن الدفن الخاصة بها ومتم توارد الثرى. يعني هذه الطريقة المتابعة حاليا اللي رائجة في عمليات المجهولين الهوية، لأنه لا يوجد يعني ثلاجات بأعداد كبيرة بمثل هذه الجثامين المجهولة الهوية، لذلك يجب أخذ عينات منها لمقارنتها ومطابقتها بمن هم مفقودين ويتم وضع اسم للمتوفي بعد إيجاد المطابقة في المفقودين. الآن على ماذا تركزون في جهودكم وماذا تحتاجون؟ والله احنا في جهاز اسعاف طوارئ تقريبا تحديدا نركز على عده نقاط، اولها هي موضوع الانتشال وطريق خاص الانتشال، ناهيك عن فرق اخرى تدعم خدمات الرعايه الصحيه في كافه المناطق المتضرره. في هناك مناطق لا يوجد بها مستشفيات عامه، لذلك نركز فيها فرق اسعاف بشكل دائم طوال 24 ساعه، وذلك من اجل تقديم الرعايه الصحيه الاوليه ونقل بعض الحالات خارج المدن. ناهيك عن تركيز اخر وهو نقل الحالات من المدن المتضرره بشكل كبير حتى تسلم الى طبي مكثف الى مدن اخرى مثل طبرق وبنغازي وطرابلس. ايضا هناك حالات الرعايه الصحيه اللي مختصه بشكل عام، لا ننسى ان هناك الكثير فقط وسائل النقل الخاصه بهم مثل حاله غسيل الكلى، لذلك تم التركيز عليهم من حيث انه تم اخذ الحالات لقيام بعمليات الغسيل ومن تم العوده للمنازل. يعني جهود متوزعه بشكل كامل من قبل غرفه عمليات خاصه بالاسعاف تم وضعها في مدينة القبة لتكون نقطة خاصة أقرب تمركزا لكافة المدن المتضررة. شكرا جزيلا لك من طرابلس الدكتور أسامة علي الناطق الرسمي باسم جهاز الإسعاف والطوارئ في ليبيا.